الارتفاع غير المعتاد لدرجات الحرارة في هذه الفترة تكون له آثار على القطاع الفلاحي وخاصة على العديد من الزراعات، منها الأشجار المثمرة والورديات التي دخلت مرحلة نمو الثمار. جهة فاس مكناس محور كبير في إنتاج الفواكه والزيتون، وموجة الحرارة في هذه الفترة سترخي بظلالها على كمية الإنتاج والجودة وعلى دخل الفلاحين وأيضا على الموارد المائية. مع التحذير الجديد للمديرية العامة للأرصاد الجوية من موجة الحرارة الغير اعتيادية التي ستجتاح عددا من مناطق المملكة ومنها السهول الداخلية والسايس، تأتي الظاهرة لتنضاف لحالة شح الأمطار التي أرخت بظلالها على المنطقة لفترة شهرين من مارس إلى حدود اليوم. موجة عقدت وضعية الزراعات الربيعية وتدخل سلاسل أخرى فترة حرجة، وعلى رأس الأشجار المثمرة والورديات على الخصوص التي تكتسي أهمية بالغة بجهة فاس مكناس. الجهة كتعتبر من الجهات اللي فيها مجموعة من الأشجار المثمرة، تقريبا 126,000 كتار ديال الأشجار المثمرة وتقريبا 375,000 كتار ديال الزيتون. وهذه الفترة هذه مهمة بالنسبة للأشجار المثمرة لأنها هي الفترة اللي كتنتهي فترة الإزهار وكتبدأ فترة التكوين ديال الفواكه والغلة، وبالتالي ففرصة مع ارتفاع درجة الحرارة، فالفلاحة مدعيين أنهم كيتعاملوا معها باحترافية، حسن استعمال الوقيتة ديال السقي في الفترات يعني الصباحية أو في الفترات المسائية، عقلنة دورات السقي وأيضا مراقبة المستمرة للمنظومة السقي في الضيعات ديالهم. أن هذه الحرارة يدي كتأثر بشكل كبير وبانت في هذه المرحلة، حيث على أن الإزهار بدا بكري، وكيف ما كتعرفوا الإزهار كيخصو تكون واحد النسبة من البرودة باش كيمشي بشكل عادي. إلا صادف هذه الحرارة يعني كتأثر بشكل كبير عليه، مما كينعكس على الجودة والثمار من بعد. حدود 40 درجة بلجيكا في اليومين المقبلين، وفي هذه الفترة ظاهرة تحمل الاستثناء، وهي تتزامن مع فترة الإزهار للزيتون ونمو حبات الثمار في العديد من أصناف الفواكه. موجة الحرارة هذه تشكل مصدر ترقب وقلق في الوسط المهني على امتداد محاور الإنتاج بعمالات وأقاليم الجهة. غيكون تأثير ديال التساقط ديال الثمار لعدد كبير من الأشجار، خصوصا اللي مازال يلاه فترة ديال ما بعد الإزهار. إضافة إلى ذلك هذه تكون تأثير حتى على الجودة ديال الإنتاج، فهذه الحرارة هذه تعطينا واحد النضج مبكر لمجموعة ديال الأصناف ديال الثمار. هذا النضج المبكر ما تيخليش الثمار أنها تدير الحجم ديالها، الثمار ما تكونش عندها الوقت الكافي باش تاخذ اللون ديالها الطبيعي. إضافة إلى النسمات اللي تيكونوا في الفاكهة فهي تكون تنقص الجودة ديالها. المنخفض الصحراوي الحار الذي سيضرب عددا من المناطق ومنها جهة فاس مكناس وسهل السايس لن يمر دون أن يترك الأثر الواضح على هذه السلسلة وعلى الموارد المائية، اعتبارا للاستغلال المفرط للمياه خلال هذه الفترة، ظاهرة تفرض على الفلاحين تعاملا خاص مع ضيعاتهم وبمراقبة مستمرة لرطوبة التربة للتخفيف من الإجهاد الذي يلحق بالأشجار.